يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك سعد صباحكم بكل خير أعزائي المتابعين في منازلكم. صباح الوطن، صباح كل أم وأب وأخت وأخو في هذا الوطن المعطاء، وفي كل مكان يصل قناتنا قناة بداية برنامج مشراك. طبعا احنا معكم متواصلين كل يوم بهالسواليف وصعة الصدر مع أعضاء المشراك وضيوف المشراك ومحبين المشراك. طبعا كالعادة نصبحكم بالخير من خلال أعضاء المجلس، وخلينا نرحب قبل بضيفنا اللي انضم لنا اليوم عبد الله العمراني من تبوك باحث في التراث، ونقول له صبحك الله بالخير وصباح الورد، طبعا من مدينه الورد تبوك. الله يسعد صباحك يا ابو وليد ويسعد صباح الحاضرين، وانا حقيقه سعيد جدا بهذه الاستضافه اللي اشكركم عليها، وان شاء الله نقدم ماده ثريه ان شاء الله تنال استحسان المشاهدين باذن الله. ان شاء الله. الله يحييك وساعة مباركة، وحنا دائما سعداء بنتعرف إن شاء الله على المملكة العربية السعودية، ما شاء الله مليئة بالتراث وبالأخبار الجميلة والسارة، وفيها كل بقعة من هذا الوطن الغالي فيه إيقاع من الماضي الجميل الحلو اللي كل المشاهدين إن شاء الله راح يستفيدون من هالبرنامج ومتابعة كل جديد. خلنا نصبحكم بالخير ونقول حبيبنا لك يومين وانت بعد هناك، ايش فيك؟ تبعد عنا، ما عاد انت متقرب. اي والله انا ما عاد اني ما عاد ابغاك انت. من غلا الله يصبحكم بالخير على اخواني وعلى ابانا شيباننا نور المجلس وعلى الساده المشاهدين وعلى الوطن. والله ان شاء الله يجمعنا دائما على المحبه وعلى المعزه وعلى طاعه الحي القيوم. امين. الله يعزكم ان شاء الله. اللهم امين. صديقي وزميلي المذيع المتألق القادم إن شاء الله إلى الساحة الإعلامية أبو رياض، صباح الخير. الله يصبحك بالنور أبو وليد وأخوان المشاهدين خلف الشاشات، وأرحب أبو مياسة الباحث والمهتم عبد الله العمراني، حياك الله بين إخوانك وربعك، نتمنى أن نستفيد منك أخوان المشاهدين. ما شاء الله تبارك الله مخزون صحفي، مؤلفات، كتاب عن تبوك، كتاب عن حقل، كتاب عن الشمال، استضفت في العديد من القنوات الفضائية، استضفت في العديد من الصحف. أبو مياسة اليوم ما شاء الله تبارك الله بين يدينا كنز تاريخي عظيم يحوي على العديد من الأرشيف الصحفي لأغلب الصحف في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها. حياك الله أبو مياسة بين إخوانك وربعك، وتشرفنا بك من تبوك الورد. يا سلام. تبوك الورد وشاكر على هذا الإطراء. الجنوب الدافئ. طبعا في الجنوب الآن برد قارصة. الصيف لا البس بطانيه. بس الالحان الجميله يا ابو صائب وسليمان والان اخوان، تدفي المشاعر وتدفي الاحساس وتخلي الانسان دائما دافي. الله يسعدك. فالجنوب يتميزون بهذا اللون الجميل اللي يخلي المشاعر دائما دافيه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. صبحكم الله بالخير جميع. نرحب ضيفنا ضيف تبوك، الأحباب والأخوان والأهل وأحبابنا وديرتنا، ويعزين ديرتنا في أي محل. هل تبوك غالين وعزيزين، ونعتبر تبوك أنه جاء اليوم كلهم عندنا في المجلس. هذا باب. الباب الثاني فعلك الله يحييك يا طويل العمر. الأمر الثاني المشاهد اللي دائما حنا ما تعبنا ولا طوينا هذه المسافات كل يوم، يعني تقريبا انا بالضبط عشان ما اكذب الله اعلم انها في حدود 150 كيلو، وترى والله ما هي بسيطه يا الربع، لكن والله انا نجي محبه وان ننسى التعب اللي اجينا هنا. عسل قلوب. اي والله من محبتنا للمشاهد ومحبتنا لجلسه مع
الوجيه الخيرة هذه، والله إنها نعتبرها مكسب، والمشاهد لها التقدير والاحترام. وإذا مثلا طلع عمرك إنما كنا وافين معه، لأنه هو وافي، المشاهد وافي، يجلس طلع عمرك يقضي وقت يمكن أغلب وقته إنه يشاهد قناة البداية، وهذا مما يشرفنا. ولا هو إنها مخصوصة علينا المجلس، إن أعرف إن كل البرامج اللي تقدم من هذه القناة إنها إن شاء الله إنها مفيدة. وأنا مع هذا الصباح الجميل تلبية رغبة حبيبنا ومذيعنا ومديرنا أبو الوليد. طبعا الألحان اللي دائما يعني تلامس مشاعر الناس هذه محببة. سودة جنوب. آي الله يسعدكم جميعا. يا لا 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 يا لا 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 جعل في الأمر خير وجعل في الأمر خير يا صباح المحبة والرضا والسعادة يا الذي شاهدونا سيدة وسادة عبر بث مباشر في قناة البداية جعل في الأمر خير وجعل في الأمر خيرا يا زملانا عسى ربي يطول بقاكم الله كامني سعيدا عند ما أحضر وراكم الله الله فيك يا مجلس المشراق ياكم وياكم قد جلسنا وعسى في وقع الأمر خيرا لا 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 جعل في الأمر خير وجعل في الأمر خير سلامتك صح سألك يا صحيح أبو صالح ابن الصحراء الشموخ يا سلام التعب الشقة الروح الجميلة الصباح الباكر يا جعلكم مع بزوغ النجم الصباح يسابق الطير إلى المرعى يسابق الطير إلى الحياة الجميلة يا سلام يا سلام وأنا شاكر ومقدر شاكر ومقدر لهذا الكلام الطيب لهذا إذا ما يعبر مثلا فهو العبر المطلوب الله يطول عمرك نقول مرحبا بالغالين الحاضرين والمشاهدين ومرحبا بضيفنا رعية أبوك اليوم قد يكون في هش عندما توقعنا أنها تاتي وسوف تاتي إن شاء الله نراها اللي يقول وجه اللي وجه حفظ الله أخينا في وطنها الثاني وجميع مملكتنا الحبيبة شرقها وغربها والمسلمين الحمد لله هالسنة مستبشرين إن شاء الله تعالى مستبشرين بالغيث مستبشرين إن شاء الله بالعلوم الطيبة والنصر إن شاء الله على الأعداء شرقها وغربها فالمسلمين إن شاء الله كل ما يستبشرون إن شاء الله يزود إن شاء الله الخير والطمع هذا سلامة الجميع الله يعطيك العافية أنتم سالمين بين الباحة والطائف يعيش هذا الشاب الجميل الأنيق في لبس اليوم حتى لبس اليوم مختلف يا سلام ما شاء الله صباح سوق العلا عليك الله الله يصبحكم بالخير جميعا يا مرحبا اخواني متواجدين في برنامج المشراق ضيفنا الغالي الله يحييك ترى حيب المطر عند ربعك واخوانك باسمنا وباسم المشاهدين ونصبح بالخير بعد على بلدنا الغالي وعلى وطننا الغالي وعلى حكامنا الله يديم عزه وعلى طاقم العمل في قناة بداية وعلى الشيخ عبد العزيز العريفي السلام ورحمة الله وعلى أخوينا محمد بن فهد مرحبا مرحب أبو فهد صباحكم جميل إن شاء الله صباحكم خير وبركة بخير صباح إن شاء الله صباحكم طيبين كيف الحال يطول عمرك مرحبا هلا وأنت سالم بالخير يا مرحبا أسلم ومن قال سالم الله يصبحكم بالخير جميعا صباح الخير أبو فهد مرحبا يا مرحبا على ذلك أبو وليد بس مداخلة الله يطول عمر أم منصور آمين اليوم أصرت وعنت من الديرة يما بين أحجاز والجنوب يلا تسعد وعطتنا ما شاء الله من أكلات الجنوبية البحتة عريكة عاد بتشرح لنا احنا والله ما أنا بشر أنا طال عمرك عاد ضياني حارثي والوالدة طال عمرك من الجنوب القحطانية وكل القبائل ونعم فيهم ما فيهم قصور وتعرف يوم يصير طال عمرك
بين حارثي وبين المزيج. طال عمرك وطال هذا الشاب الجميل اللي يقوله ابو الله يطول عمره والله قمر الله يطول عمره ويلحق بره ويسعده ويحفظه. رغم انه جت من تعب وتعنت من الديره عشان تدخل مستشفى العيون الا انها صرت اليوم انها تفطرنا. الله ان يكتب اجره ويسخر لك ويسخر له ملائكة الرضا وان شاء الله انك تفرح بطيبه وسليمه ومعافاه. وكل ام واب معنا وكل ام واب الله يعطيهم الصحه والعافيه ووفقهم. الله. وننتقل الى الصوت الجميل محمد فهد. ماشي وينك مبكر اليوم؟ يا مرحبا بكم. يا مرحبا بكم. انا لاحظكم انتم يا صغيرين دولة. ايه؟ انتم يا سليل العود دائما تتاخروا. ما ايش عندكم؟ لانهم يشوفون ساهر اكثر منكم. هم خبلهم ساهر. هم الرياض وزحمات الرياض وهذه ما ينقال عليها. بعضهم والله انك تطلع بدري وتحرك بدري وتتفاجئ انك تتاخر. والله نحن نشوف الصحافة الساعة لنا هنا. والله وبعض الأحيان تطلع متأخر وتوصل بدري. نعم. هي ما إن شاء الله القطار إن شاء الله يحل المشكلة بإذن الله تعالى. أبو أخونا منصور يرحب بكم على الفطور عشان نبدأ برنامجنا. الله يحييكم. ترى حياكم. يقول أخاف يبرد بس. اليوم مبكر واليوم الطيب. آمين رب. يقول أخاف يبرد ولا إنسان مخلينا لنا آخر البرنامج عشان. الله يحييكم. ترى هيبة المطر. يا أخي والدة منصور تستحق الخدمة هي بنفسها ولا أنا تخدم المشراق وعلى حبيبتي. الله يشفيها ويعافيها ويسعدها زينها الدنيا. ما شاء الله. يا ولد يا ولد ما شاء الله مرتب. ما شاء الله يا من العافية. السلح يا أبو صالح ما شاء الله. ونبي نتربع والربع. يعني ما في ناضج اليوم. ها اليوم جلستنا مطعمه بلقافتين ما شاء الله من اقصى الجنوب لاقصى الشمال. سلام. وهذا والله اللهم لك الحمد نعمه من الله سبحانه وتعالى. مملكتنا على كبرى الا يا رب لك الحمد. ما شاء الله. القناه الله يوفقهم حقيقه دائما هي تسعى القناه وترى يعني في شركاء للقناه في النجاح. في شركاء من الناس اللي يقدمون الأعمال سواء مذيعين أو مشاركين. فدائما إن شاء الله النجاح يلزم عدة عناصر والحمد لله اكتملت في القناة العناصر النجاح. يا أخوي من النبدأ يا الله. ما شاء الله. كل شيء جديد وعلى ما تريد. ما شاء الله. ما له مكان عندي. الله يقرأ. الله يجزيك. وش هالزين. ما شاء الله. كثير يتمنى هالنعم. الله يديم. قولوا ما شاء الله أعزائي المشاهدين. أذكر الله ما شاء الله على الشغل الزين. ما شاء الله. ما شاء الله. يطول عمرك. تسعدهم وتيسر أمرهم إن شاء الله. العافية. وتشفيهم وتعافيهم وتشفي جميع مرضان ومرضى المسلمين. تراها ثقافات الاسر منتجه. وش هذا الزين؟ ثقافه جنوبيه، حجازيه، نجديه، المنطقه الشرقيه، المنطقه الشماليه، القصيم. الله يطول عمره ان شاء الله على طاعه الله. اصبر شوي لا تكثر. بس برك خله احتياط. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اسال عندك. تبارك الله. ابو السفر ترى لازم تعلمنا وش هذا ولي. ما اشرح لنا وما ادري والله ما حد يعرف. والله ما ادري ياكل بس. والله اني اعرف. المهم نبي ناكل ونسكت. الله يحييك. والله ما شاء الله. ما شاء الله. يا من العافيه. الصراحه تميز المطبخ الجنوبي بحافظ على هويته. يا سلام. ما زال طبعا كل خير. فمثلا أمليحي والخميعة الشمال اللي هو المنسف والخميعة اللي مثل هذا نجد الفريت المصابيب المرغوب الجريش الجنوب العريكة الدغابيس الخمير. فما شاء الله تبارك الله تنوع تنوع. صادق والله ما شاء الله. خلينا نشوف تبوك ايش عندهم من الأكلات المشهورة. طبعا تتنوع تبوك ميزتها أنها تتنوع في تضاريسها. نعم. تجد مدن الساحل لهم أكلات وتجد المدن الداخلية أيضا لها أكلات يعني لكن في أشهر الشمالية هي المنسف. دكتور الله يحييكم. نعم. ترحيبا بالضبط. أكلة طبعا مشهورة جدا في هذه ومجللة. نعم. طيب. نعم. بالإضافة للورد. سلام شيء. اللي يا اللي حاصل الان يا طول العمر مثل ما امتزجت الثقافات في العالم ما هو في السعوديه الان يطلع انك تروح تبوك ولا تروح الجنوب ولا تروح الشرقيه ولا الغربيه تحصل كل الاكلات اللي تشوفها موجوده عند الناس لانه صار طال عمرك الناس خلاص ما في شيء بعيد. اللي في الجنوب اثروا على اهل الشمال واهل الشمال اثروا على الجنوب بامور يعني ما شاء الله يعني مثل ما انتم شايفين ايجابيه امور ايجابيه.
سواء انها في العادات وسواء انها في الاكلات ولا في طال عمرك تبادل الود والمحبه ولا الالفه. الحمد لله شعب طال عمرك الله يحفظه شعب متكاته وشعب طال عمرك اكبر ما هو احنا يعني نغبط به ونشكر الله سبحانه وتعالى عليه الولاء المطلق عند هذا الشعب. لا انت قهو يعني ولاء مطلق طال عمركم محبه للبلد ومحبه للدين وهذه طول اعماركم اللي استمرت في بلدنا واستمر عليها الحكام واستمر الحكام مطمئنين واحنا معطينهم الولاء وثقتنا فيهم كبيره. فاسال الله سبحانه وتعالى انها تستمر وان لا يغيرها علينا. توفيق من الله. اي والله الحمد لله. نعم ابو صالح انا اليوم قلت لك تهيبت وتحرك تهيبت مشاعري للماضي وفي شيء. يا سلام. انت تمثل ثقافتين ثقافه منطقه و قبيله حرب احد عيون الجزيره العربيه. اللهم لك الحمد. الاكلات الشعبيه عندكم؟ والله الاكلات الشعبيه شيء نذكره وشيء ما نذكره. شوف هالحين كل عوايد الجزيره العربيه تراها متقاربه لو انها تختلف المسميات. اي المسميات تختلف ولا هي كل باكلات مثل ما قلت شعبيه. الرئيسيه المفطح عندنا المعروف هذا رسمي هذا رسمي بكل مكان. الباقي فيه حنيني فيه باقي المرقوق الجريش العصيد. العصيد هذا يشكلونها اشكال بالجنوب والشمال وكل شيء. نعم يتكون من البر ويتكون من الدخن ويتكون من العسل والبر السمن. المهم انها اشكال من يوم تمشي اظن من جنوب المملكه حتى شماليها كل الاكلات يا اخواني تراها كلها متقاربه. صحيح خاص بس ان التوالي هذه ما شاء الله تبارك الله عندما توفر الخير ذا قاموا الناس يتفننون تبارك الله. شوفوا يا اخواني قدامي ما ندري هذا وش اسمه وهذا وش اسمه وذاك وش اسمه الا الناس شفناه مرار وتك... ما ادري حتى اي نعم نعم. فهذه من زود الخير الحمد لله ومن عطاه الله خير يختار ما بشك. الحمد لله. وجزيرة العربية تراهم كل أبوهم قايمين باهتمام واحد بالولاء والدين. ويا أخواني هذه ثمرات ثمرات الإيمان سبحان الله من كل بلد ولد من الشمال الجنوب الشرق الغرب الوسط كل أبوهم كجلسة واحد وكل أبوهم الحمد لله ملتفين بالعقيدة السليمة وهذا من حظ الجميع ولله الحمد. تسلم يا يسلمون الجميع. الله يبيض وجهك أبو سليمان. أسألك إذا تتقفنا بس عن بعض هالأكلات. الخبز هذا يسمى والله يا طويل العمر مالي باجي أحسن منكم وأنتم زي ما قلت لك أول إن لا الحمد لله امتزجت طال عمرك للقرب وللإمكانيات يعني من أول يا طويل العمر أنا وأنا صغير هنا كان يخيل لي إن آخر الدنيا طال عمرك إنها بس اللي يوصل مكة والمدينة بس هذا في بالي. الله أكبر. والله من يعني ليش لأن إحنا كنا ناس على يعني يعني الوسائل الإعلام اللي تشجع الآن ما حصلت. لكن باختصر لك على ولو تعدينا على معزنا الله يبيض وجهه ويبيض وجه الوالدة. آمين يا كريم. هذا طال عمرك فتة يسمونها فتة أو مفتوت. هذه العريكة هذه العريكة بعينه. هذه العريكة الزينة اللي بالبر. البلدي والسمن والعسل. هلا هذه العريكه بالضبط هذه ما لا زاد ولا طبعا هذا الجريش ولا معها تمر يا ابو سليمان والله على حسب الرغبه على حسب الرغبه احيانا يا طويل العمر من اول يحطون العريكه يا طويل العمر ويحطون السمن معاها تراها ما يحتاج يعني اللي اقول ان العريكه من اول يطلع عمرك لانه طال عمرك الان طال عمرك ترى الخيرات تدفقت علينا بكثره احيانا طول اعماركم السمن والعسل ترى ما نعطيه طال عمرك الا للضيف الغالي اللي شرواك ما هو كل مره ما جاء ضيف نصب سمن وعسل ولو ان الضيف محترم لكن في ضيف يجي من بعيد من قل من قل من قل من قل واحيانا اهل البيت والله يا ابو صالح الله يسعد يسعد ترى والله طال عمرك ان الاشياء الدسمه والشيء الزينه تراها محفوظه ومشلوله للضيف على اساس الضيف يعني اللي شرواكم طال عمرك والله يعني لو يروح الضيف من عنده ما اكرمه تقعد طال عمرك جرح في مشاعره وحتى طال عمرك يمكن يلحقه ملام. قالوا الضيف طلع من عند ابن حمود والله كيف قال والله يعني ولو قال بس الله والله يعني كان فيها شيء ايوه صارت طال عمرك. فلذلك الحمد لله الله وسع علينا وترى اللي ما احنا نقول الوقت اننا في خير ترى حتى الزمان القديم ترى في خير والله ان الخير موجود وانا اهنيهم خير قائم ان تقوم الساعه وانا اهنيهم لو الجيل الاولين
أبواننا وأبوانكم وجداننا أهنيهم على طال عمرك الكرم، وأهنيهم أنهم توفقوا يا طوال العمر في الجميل، وتوفقوا في الصدقة أحيانا من قل من قل عندهم شيء توفقوا الآن يا طوال العمر. والله يعني لا تواخذون يعني أحبابك ولا نسيبك ولا قريبك، تقول تعال يا رفيقي ولا يا ابن عمي ولا تعال أذبح لك وأكرمك، قال الله يا أخي أعفني أخرها. ترى ما هي يعني تراها يعني من كثر ارتباطات الناس، لكن من زمان يا طول عمر والله طال عمرك الواحد في بيته ما يقدر طال عمرك الباب طاق 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 لون يا ابو صالح ما بجوال ولا بالفلان والله واحيانا يكون الباب فاتح والله طال عمرك ما تقدر محضر معك داخل الغرفه عفشه ولا غبت حزم له حزمه على الباب ام جريد ولا كيسه سليمان من اول كان في حياه البساطه والتكلف، هالحين الحين يمكن الناس يمتنعون عن مجيء بعضهم في الكلايف والدنيا اللي يسوونها، ما كل الناس تقدر، ما كل الناس صحيح من اول في بساطه فيه يقولون طال عمرك من اول يوم ما في لحن فيه رجيل كذا لهم فتره ما ذاقوا اللحم، قال اني بنروح لفلان ما نبي نلقى اللحم اللي كان عنده ومن جوا ما عندهم شيء، قالوا فلان هو اللي عنده اني بنروح له. المهم يوم جو سولف عندي احط لهم بر ولبن ما ادري تمره ولبن، قال له والله ما يبون لحم وما يدرون كيف يوصلوا الماء، هو تاجر طبعا يعني يعتبر في ربعه هو اللي هذا الكلام وقت الفقر. عادي سولف واحد منهم وده ينبه المعزل يلمح قال والله عادي سولف والله لك محبه طال عمرك والله ورب النعمه ذي اللي يدري ان بيجي بعدها مرق ولحم وعصيد لك محبه عندنا ومن غلاطه فينا عساه ما فهم الا بيها واضح لا فاهم. المهم قاعد يسولف قال اسمه قال والله ورب النعمه ذي اللي ما بيجي معها الا ان كان العافيه وبعدها ما بيجيكم الا العافيه اني حتى انتم لكم محبه عندي لكن كلوا من ما بعد شيء. هذا مثل واحد يقول غلطنا عند فلان والله انعزمت وبورده شوي الله يهديه، قالوا له يا ابو فلان كان ما طلق الرجل لو طلق كان صار عزيمته، لكن والله ما طلق والله عزيمته بويرده شوي والله ما نمطلت ام عيالي يا ابن حلال ما تحصاني ولا الله المستعان الله العريك. هذا وش اسمه الخبز؟ هذا فطير هذا يسمونه فطير الناس يسمونه قرصان، لكن هو الحقيقه هذا الفطير اللي يركب في الميفا او تضر احدكم على الفطور أسلام. وانا باخذ ضيف نكمل مع البرنامج وعشان نرجع نكمل بيض الله في بيض الله وجهك لا والله نرجع له ترى في مداخلتين بس الاولى ذكرت علي بيت انا مر عليك يا يقول صغير ان لو يذبح ابنه الضيفه اهون عليه ويمشي الضيف جوعان اللي يقول ما طلع كيف سعودي والسعودي بكيفه قديمة على حكم رحمة الله عليها الملك عبد الله عسى الله يديم لنا حكامنا الملك سلمان ولي عهده يسلم يقول كيف سعودي والسعودي بكيفه من شعب ابو متعب طليقين الايمان فينا كرم حاتم وتقوى حذيفه وفي ديارنا ختم النبوه ولديان صغيرنا لو يذبح ابنه الضيفه اهون عليه ويمشي الضيف جيعان. النعمه هذه ان شاء الله باحثنا بيتكلم بعد شوي عن منطقه تبوك، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه جاءهم جوع في غزوه تبوك فاخبر احد اصحابه انه لان عشت من هو الصحابي يا معاذ يوشك يا معاذ أسلم يعني حديث المشهور بعد ما يعني انهمرت عين السكر في مدينة تبوك في غزوة جيش العسرة غزوة تبوك قال يوشك يا معاذ إن طالت بك الحياة أو طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. الله أكبر تخيل يعني هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وظلت العين تجري حتى الله عام 1382 من السنة التاسعة للهجرة وحتى عام 1382 هجري وهي جالي. تسقي العيون واللوحات اللي حولها. طبعا الحادثة اللي صارت اللي هي سنة الجوع اللي هي سنة العظيمات اللي اجتاحت الشمال من عرعر وحتى تبوك هذه أثرت بعدين يعني على العين انه حفرت أبار توازية مع مشروع انعاش البادية اللي شمل الشمال. بعد ما تواترت الأخبار للملك سعود أنه أهالي أو بادية الشمال مر عليهم قحط 7 سنوات وراح أستعرض معكم أنا إن شاء الله والمشاهدين بعض الصفحات التاريخية اللي وثقت لنا مثل هذه المشاهد من بينها على طال المجاعة من بينها يعني لما أنت تذكر الفقر
الآن الفقر ونتكلم إحنا عن الفقر. الفقر مفهوم اليوم ممكن يكون غياب الكماليات. تجد إنسان عنده بيت يعني كهرباء موية ما يموت جوع، ما يموت جوع الحمد لله. لكن الفقر بمفهوم الأولين كان غياب اللقمة، يعني الموت جوعا. وهذا اللي صار الحادثة، المندوبين أو فريق الزراعة لما اتجهوا لتيمة وجدوا امرأة ميتة من الجوع ولفة على بطنها حزام حتى التصق بطنها بظهرها. نعم. هذا أنا أتكلم الآن قبل 60 سنة أو 65 سنة، أنا ما أتكلم قبل 100 أو 200، حتى يرى الجيل اليوم أن في نعمة يعني الحمد لله ظاهرة الحمد لله. فأنت تتكلم عن الشمال أن المرأة هذه ماتت من الجوع ولم تجد شيء تأكله، حتى كانت يعني تبحث عن اللقمة لأبنائها وتعطيها الأطفال الصغار. فلما دخلوا الواحة وهي تيمة كانت قرية، وجدوا السوق، وجدوا سعر الجمل 3 ريال. الله أكبر. نعم. نعم 3 ريال، والديك أو الدجاج ب10 ريال. فهم استغربوا يعني ليش أي ليش الدجاج الآن ب10 ريالات والجمل ب3 ريال. فذكروا إنه الجمل نحيل وما في مرعى يأكل، فنهايته راح يموت. لكن الدجاج نعم الدجاج ربما يقتات على قشاش الأرض وينتج لك بيض، ينتج لك يعني يتكاثر. فكان هذه من المفارقات والطرائف والغرائب حقيقة اللي أنا وجدتها في الصحافة السعودية القديمة، اللي وثقت لنا أحداث كثيرة مرت فيها المملكة العربية السعودية، بدءا من بداية أول صحيفة هي أم القرى 1343، وحتى ظهور الصحافة الإلكترونية. الحمد لله إن شاء الله إذا جاء الوقت إن شاء الله راح نستعرض معكم إن شاء الله. كثر الله خيرك يا منصور. كثر الله خيرك منصور. الله يعطيها العافية. أسأل الله أن يسخر له عباده إن شاء الله وتتقوم بالسلام وتسوي عملية. عبد الله ودنا نتكلم عن طبعا تبدأ عن تبوك. نعطي إن شاء الله المشاهدين ونعطيكم موجز عن نرجع كم تبوك. لا تشيله خله نرجع له. نعم تفضل خله قبل نهاية البرنامج نقلق فيه. هو يعني حتى يعني نوضح للمشاهدين إن شاء الله راح نتكلم بشكل عام. شكرا. نتكلم بشكل عام عن منطقة تبوك. نعم. والتاريخ بشكل بسيط جدا مختصر، ثم نعرج على تاريخ تبوك في الصحافة السعودية وكيف تناولت الصحف السعودية أخبار تبوك من بدءا من أول خبر ومرورا بأول تحقيق مصور، ثم نهاية بالرصد التنمية اللي الآن تعيشها منطقة تبوك. كذلك الحديث بشكل عام عن مدن المملكة وماذا قالت الصحافة السعودية، ومشروع توثيق هذا الكم وهذا التاريخ الزاخر وفي صحافتنا القديمة لمختلف مدن المملكة. إن شاء الله نقدم مادة إن شاء الله تنال. طبعا نسمع عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في مدينة تبوك. نعم. ممكن نسمع القصة. هو طبعا تبوك كموقع تقع في الشمال الغربي من الجزيرة العربية ومن المملكة العربية السعودية، وهذا الموقع جعلها لها ارتباط وثيق بأكثر من قارة، وأيضا مرور الخط التجاري القديم فيها رفع من مكانتها الاقتصادية، كذلك مرور أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فيها مرورا إلى مكة المكرمة، كذلك أقام فيها النبي شعيب عليه السلام دعوته، كذلك قضى فيها النبي موسى عليه السلام وقت لا بأس به في حياة من حياته في مدين. كذلك يعني بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين في شهر رجب من السنة 9 للهجرة، وكان الحديث عن جيش العسرة لمواجهة الروم وحلفائها، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في أطول رحلة وآخر غزواته
عليه الصلاة والسلام كانت في تبوك. ولما اقترب من تبوك، وهذا دليل على أن مدينة تبوك أو مسمى تبوك قديم جدا حتى ما قبل الإسلام، قال ستأتون، قال لأصحابه ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تنالوها حتى يضحي النهار. نعم، حتى يضحي النهار، فإذا أتيتموها يعني لا بمعنى الحديث يعني لا تلمسوا ماءها حتى آتي. وعندما يعني وصلها النبي عليه الصلاة والسلام ويعني انهمر على يديه الكريمتين الماء من عين تبوك اللي هي الآن تسمى عين السكر، نسبة عين السكر نسبة إلى روايتين كما يقال، يقال أن الماء عذب جدا حتى يسمى مثل السكر، وأيضا يقال أن كان هناك نبات يسمى السيكران ينبت حول هذه العين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عسكر والموقع تقريبا في منطقة تبوك، في مدينة تبوك بجوار القلعة، قلعة تبوك القديمة في الشارع العام، هذا وصفها الدقيق. نعم، هي موجودة الحين؟ نعم موجودة، هي طبعا جفت العين جفت، لكن موجود حوضها وموجودة. فأذكر لك وصولا للمسجد أنه عسكر النبي عليه الصلاة والسلام وجلس وجعل العين خلف ظهره أو الماء على عادته في الحروب، يجعل الماء خلف ظهره، ثم جلس في هذا المكان وجلس قرابة 20 يوم أو أكثر. فكان هذا المكان مصلى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فاستمرت بعده يعني يتداول إن هذا المسجد أو هذا مكان ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في شهر أو في سنة 99 للهجرة بناه عمر بن عبد العزيز من الطين ومن سعف النخيل، نعم سقف بسعف النخيل، وثم بعد ذلك تم بناءه أو تجديد بناءه من قبل العهد العثماني في سنة 164 تقريبا هجري، ثم جدد مؤخرا في العهد السعودي من قبل الملك فيصل رحمه الله لما زار تبوك عام 1393 هجري، نعم شهر 8 أمر بأن هذا المسجد يبنى ويجدد على الطراز النبوي الشريف لارتباطه بمسمى، ويسمى الجامع الأثري، ويسمى أيضا جامع التوبة، ويسمى بمسجد الرسول. هذه المسميات يحملها هذا اسم المسجد الذي كان لا يوجد غيره في مدينة تبوك حتى 1370 هجري، ما كان إلا هذا المسجد كان يسمى مسجد تبوك. فهذه نبذة مبسطة من أهم المعالم طبعا. طيب حنا بنطلع برا الآن، نجلس في الجلسة اللي برا ونكمل وناخذ اللوحة معنا نشرح برا. نعم، عشان نعطي تفضل شباب ساعدونا على الأغراض نطلعها. هذا المشراق له دور. إيه. خلي عني خلي بس هذه. ما شاء الله عليك أبو صالح سم. أبغى أحمص الفطور أنا. إيش رأيك؟ بسم الله. قدام الكاميرا. حارس. ها؟ اللي قدام الكاميرا هنا بتكون هنا. يحطها هنا. ها؟ هنا الكاميرا. حطها بس. أيوة كذا كويس. عشان يقعد على الكرسي بس. لا نبدا استريح الله يسعدك كل زين حطها يلا يا باشا حطها على الكراسي الحين تشرح لنا يا كابتن تشرح لنا وانت على محلك وعشان تاخذ وقتك في الشرح وتعطي المشاهدين نبدا عن الصحافه السعوديه في الماضي ما شاء الله عليها طبعا للكاميرا تكون هذه الكاميرا هذه كاميرتك نعم طيب انا عموما اعتذر يعني من عطنا سبيكر لو سمحتوا شوي عشان الصوت عشان الترتيبات السريعه ونظرا للسفر انا اخذت معي ولا في العاده كل لوحه توضع في اطار هذا ديدني انا في المعارض كل ما اقيم معرض خاص بمثلا مناسبه سواء كان اليوم الوطني أو حتى المدن اللي أشارك في مهرجاناتها مثل أم لوج أو العلا أو القصيم أو حتى الباحة فأبدأ يعني تاريخها من خلال الصحافة فالهدف من اللي تشوفوه الآن اللي هي الجرائد السعودية القديمة
الهدف ما هو فقط يعني عرض متحفي فقط، يعني صامت وأن هذه جريدة قديمة. إحنا تعدينا المرحلة هذه بحيث أن تكون هذه عبارة عن وثيقة تأرخ وتوثق لأحداث مرت فيها المملكة العربية السعودية، كل بما يخص مجاله. يعني أبدأ معاكم عن الأخبار اللي وثقتها عن مدينة تبوك، بدءا من أول خبر 1349 هجري وحتى 1420 قبل ما تظهر الصحافة الإلكترونية. فأنا أعددت طبعا نقدر نقول جانبين، جانب يخص تبوك وجانب يخص المملكة أو مختلف مناطق المملكة. وممكن راح تشاهدوا بعض المدن اللي مثلا يمكن نمر على بلاد غامد وزهران ونمر على أي نعم يعني مرورا طبعا. يعني والله هذا الجرائد القديم سبحان الله. نعم الله يبيض وجيهك، محتفظين بها لحال الحين الحمد لله. الله يجزاكم خير، جهودكم والله ما تنسي. أرشيف نعم أرشيف بالنسبة لي الأرشيف الصحافة، أنا جمعت من أول كل جريدة من الصحف السعودية، الندوة، الرياض، الجزيرة، المدينة، البلاد، عكاظ، من أول عدد وحتى عام 1420 خلال 10 سنوات. يعني أخذت من وقتي الكثير والجهد والتعب والسفر حتى أكون هذا الأرشيف المتكامل اللي في النهاية يخرج لنا بتاريخ غزير جدا وذكريات وقصص وأحداث وصور نادرة إن شاء الله. هذه البلاد جريدة البلاد السعودية بتاريخ 3/6/1371 هجري. 71 هجري فيها أول رسالة يعني عن تبوك. احنا الان تعدينا من مرحلة اول خبر اللي هو كان اول ظهور مسمى المدينة تبوك في الصحافة السعودية في جريدة ام القرى 1349، يعني بعد 5 سنوات من صدور اول صحيفة. وتأتي مرحلة رصد اول رسالة، اقصد باول رسالة مجموعة من الاخبار جمعت في رسالة ثم ارسلت مع البريد. اي مع البريد نعم. فتأتيهم على شكل ظرف رسالة من تبوك فتوضع كما هي رسالة تبوك. فمن ضمنها طبعا أقرأ عليكم بشكل سريع، مثلا سافر معالي الأمير خالد السديري وحينها هو الأمير، أمير المقاطعة الشمالية قبل ما تكون منطقة تبوك كان اسمها المقاطعة الشمالية، إلى الصحراء للقنص والراحة. يا سلام. نعم على الفطرة. نعم وقد سافر بمعيته بعض الأخوية في بهذا المسمى. هنا خبر طريف نختم فيه، تشكر إدارة مدرسة تبوك كل من طبعا المدرسين نور الدين ومحمد تبرعهما للمدرسة بأربعين جزء من القرآن وبعشرة أقلام رصاص. الله أكبر. الدنيا مبدأ من أكبر تجارة. بساطة. بساطة. عشرة. التبرع تشكر إدارة مدرسة تبوك كل من نور الدين، يعني أنا أعتبرها أن الواحد يعني يذكرهم بالخير. الله يرضى. ظل ذكرهم موثق. البساطة. تشكر إدارة مدرسة تبوك كل من نور الدين ومحمد يعقوب تبرعهما للمدرسة بأربعين جزء من القرآن. يا سلام. وبعشرة أقلام رصاص. أكبر شيء. أكبر نعم. هدية. هي ما غلا شيء. زين بعد. ورثوا قلم يخط وقرآن يحفظ بالصدور. والقرآن إلى اليوم هذا. حريصين عليه. نعم. هذا طبعًا كأول رسالة. اللي بعده. نختم الوقت. نعم. الوقت عشان الوقت. عدد الكافي. عندنا ساعة ونص بس. أتطرق الآن مثلًا لأول تقرير عن تبوك، أول تقرير غير مصور. هذا أول تقرير غير مصور نشر عن تبوك تحت زاوية اعرف بلادك مدينة تبوك بقلم عبد الحميد مشخص. هذا الرجل طبعا من المراسلين القدماء جدا في تاريخ السعودية. هذا عام 25 أو في شهر في يوم 25/10/1379، يعني بعدها تقريبا ب8 سنوات نشر أول تحقيق صحفي. التحقيق الصحفي يختلف عن الرسالة، أن هذا الشخص زار المدينة وكتب عن الصحة، كتب عن التعليم، كتب مثلا عن مثلا الأمارة، كتب عن البريد، كتب عن مختلف الحياة أو النواحي الحياتية في نفس المدينة، ويكون يعمل مثل المؤرخ أو الرحالة. نعم.
احنا عندنا حتى كثير من الباحثين يستشهدوا بمستشرقين او رحاله وينسى انه ان هناك مراسلين سعوديين زاروا المدن السعوديه في وقت مبكر وكتبوا عن التاريخ، وهذا تاريخ حقيقه مغمور جدا، واشيد او يعني احث الباحثين على انهم يتجهوا للتوثيق الصحفي ونبش الصحف القديمه اللي ارخت ووثقت لتاريخنا في يعني في الصحافه السعوديه القديمه. هذا اول تحقيق صحفي. ثم ناتي هنا الى اول تحقيق مصور. نعم، هذا اول تحقيق مصور نشر عن مدينه تبوك. تبوك نعم، اول تحقيق مصور يعني تم تصوير فيه عدة صور. نعم. التقطت لمحلات تجارية، لمزارع والزراعة اي نعم. فهن التوثيق كان في 22/4/1380 هجري، بعد سنة 1960 ميلادي يعني نشر هذا التقرير المصور عن مدينة تبوك. حتى يعني تبوك بلد قديم حديث، قديم تاريخه او قديم بتاريخه، حديث بنهضته. فحديث عام عن يعني حتى تخيل يعني عام 60 ميلادي امتازت تبوك بحسن جوها طوال السنة ووفرة مائها وكثرة خيراتها واتساع التجارة بها، يعني حتى من تلك حتى أصبحت مدينة الورد. حتى نعم أصبحت مدينة الورد. الآن هنا نعم هنا ننتهي من مسألة التوثيق ل يعني أول تحقيق وأول خبر مصور، ثم نعرج على تحقيقات عامة عن مدينة تبوك. ثم لا ننسى أن نذكر في بداية يعني حديثنا عن التحقيقات المصورة عن مختلف المحافظات مدينة تبوك، من ضمنها إلى سواحل ضبا لتقدم لك هذه المعلومات. دنيا الناس تصحبك في هذه الرحلة الجميلة. 1390 هجري تقرير مصور عن سواحل ضبا، وهي إحدى المحافظات الساحلية الجميلة التي أقيم فيها ميناء يربطنا بمصر. هذا الميناء افتتح عام 1415 وأصبح يعني أول ميناء طبعا على حديث في 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 على سواحل البحر الأحمر من في منطقة تبوك. هذه المعلومة الجريدة هذه، كان عندنا جزيرة اسمها جزيرة النعمان. هذه الجزيرة جنوب ضبا بتقريبا 40 كيلو، كانت عليها سفينة غارقة أو جانحة. السفينة هذه ما أحد يعرف أي معلومات عنها، وظلت نعم وظلت يعني لغز. فمصادفة حصلت على هذه الصحيفة ووجدت أن المصور التقط لها صورة عند جنوحها وذكر عنها معلومات، فكانت مثل المرجع. وهذه الصورة النادرة اللي التقطت للسفينة اللي تسمى نانتس، وهي سفينة فرنسية في 1969 يعني جنحت على سواحل جزيرة النعمان. وجزيرة النعمان بالمناسبة من أهم وأجمل الجزر الساحلية في منطقة تبوك، واللي تزخر بالعديد من يعني المقومات السياحية إن شاء الله، واللي شمالها مشروع نيوم أو اللي راح إن شاء الله يضفي للمنطقة الكثير من النمو الاقتصادي. كذلك أحب أعرج بشكل سريع على زيارات الملوك المدينة تبوك، بدءا من زيارة الملك سعود رحمه الله عام 1373 وحتى آخر زيارة زارها الملك عبد الله رحمه الله في 1427. وأحدثكم الآن عن هذه الزيارات بالتفصيل. هذه أول زيارة اللي هي زيارة الملك سعود، تم توثيقها من خلال الصحف السعودية أو جريدة الأم القرى. هذه 1373 هجري، 73 هجري، وثقت لنا زيارة الملك سعود لمدينة تبوك كأول زيارة وكأول طائرة تهبط في مدينة تبوك. سبحان الله. 1373 ف 1/6/1373 هجري ذكرت هذه الصحيفة تفاصيل الزيارة، وأيضا ذكرت معلومة أن ثم تفقد محطة السكة الحديد الواقعة في تبوك. الملك سعود كان حريص جدا
على أنه في خلال زيارته يتفقد سكة حديد الحجاز، لأنه كان يحمل هم ومشروع إعادة تسييرها من جديد. كان هذه من أهم المشاريع اللي عمل عليها الملك سعود في حياته. أيضا هذه زيارة الملك فيصل عام 93، يعني بعدها بعشرين سنة زار الملك فيصل مدينة تبوك وافتتح المدينة العسكرية. طبعا التواجد العسكري للجيش العربي السعودي في مدينة تبوك أعطاها نهضة تنموية كبيرة جدا، يعني عكس على المنطقة الكثير من الاقتصاد والكثير من يعني النهضة اللي عاشتها. هذا عام كم؟ 1393 هجري. طبعا افتتح مدينة الملك عبد العزيز عسكرية. المصادفة العجيبة أن الافتتاح جاء يوم ذكرى اليوم الوطني في المملكة. جاءت صدفة. نعم في الجزيرة، فكانت بهذا الشكل وبهذا الخط، ومناسبتان غاليتان أو رائعتان احتفلت فيهم المملكة في تلك الفترة. والزيارة الثالثة كانت للملك خالد 1400 هجري، يعني بعدها بسبع سنوات، قبل 39 سنة. نعم، أيام لا تنسى بين الشعب والقائد في تبوك. الله، حتى التعبيرات عبارات جميلة وسهلة وبسيطة. نعم، هذا من 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 زيارة الملك خالد المدينة تبوك في 24 شوال 1400. فكان أيضا افتتح فيها المستشفى القوات المسلحة ونادي ركوب الخيل في تبوك والكثير من المشاريع. أي نعم، بعدها بثمان سنوات زار الملك فهد مدينة تبوك أيضا في 22 ربيع الأول من عام 1408. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى تبوك لتفقد أحوال أبنائه المواطنين. الملك فهد يستقبل العلماء والمشايخ وجموع المواطنين 1408. نختم بزيارة الملك عبد الله مدينة تبوك. نعم، هذه الزيارة اللي وثقتها لنا طبعا صحيفة المدينة وغيرها من الصحف. الملك أو أكد أن الوطن للجميع والمشاريع بالمنطقة رافد لرخاء كل مواطن بتبوك. يا سلام. فنلاحظ هنا إن شاء الله، يعني قريبا إن شاء الله ننعم أيضا تنعم المنطقة إن شاء الله بزيارة الملك سلمان حفظه الله. أي نبي حق أمارة الرياض. أي نعم. أنا أرجع وأقول لك يعني تفضل. متى صارت منطقة تبوك؟ تبوك إيه؟ نعم، طبعا تبوك كمنطقة أو مسمى منطقة تبوك كان تقريبا في التسعينات، بداية التسعينيات الهجرية، تغير مسمى من المقاطعة الشمالية وأصبح منطقة تبوك، نظرا لأن هناك منطقة اسمها المنطقة الشمالية والحدود الشمالية وهذه المقاطعة الشمالية، فكان هناك خطأ عند كتاب الأوراق الرسمية، فأحيانا الحدود الشمالية تتجه إلى المقاطعة الشمالية وهي تتجه إلى الحدود الشمالية، فقرب المسميات جعلهم يعني يعيد النظر في مسألة المسمى منطقة تبوك. طبعا تبوك بداية ازدهرت لما تولى الأمير خالد السديري إمارة تبوك 67 هجري، وبدأ في ربط إمارات المراكز أو الإمارات الساحلية مع الداخلية بتبوك، وأصبحت هي الأم. فهذا الربط أكسبها أهمية في الموقع الجغرافي، وكذلك تمركز الجيش فيها عام 76 هجري أعطاها أيضا قوة وناحية اقتصادية قوية، فأصبح الكل يتبع لمدينة تبوك ومنطقة تبوك. هناك أيضا تقسيم جغرافي أو تقسيم مناطقي عانينا منه الفترة، اللي احنا عندنا مركز البئر، بئر هرماس كان يتبع المدينة القريات أو منطقة الجوف، وهذا المركز يبعد عن تبوك 60 كيلو لكنه يتبع منطقة الجوف، تقسيم الإداري القديم. ففي عام 1408 في شهر 10 تم فصل مركز بئر هرماس محافظة حقل على قلب حنشان، أيضا حالة عمار فصلها من منطقة الجوف القريات ثم ضمها لتبوك، فأصبحت منطقة تبوك بهذا الشكل راصد الحضارة. نبي نشوف الرياض. نعم، أنا بعطيك نماذج سريعة. سريعة. نعم نعم. نختم هذه عن تبوك.
احنا تكلمنا عن المشاريع اللي هي تفقد سكة حديد الحجاز. عام 1380 هجري تكلمت هذه الصحيفة عن تبوك وذكرت التحول من الرعي إلى الزراعة. يا سلام. من الرعي 80 من الرعي إلى الزراعة. هذا بعد طبعا تحويل مشروع إنشاء انعاش البادية بسبب سنة العظيمات اللي مرت فيها المنطقة الشمالية. وادي كبير قرب تبوك يصلح الزراعة. هنا تتكلم عن مشكلة المساكن في تبوك. تخيل 1880 وفي مشكلة سكن في تبوك. إيش الإشكالية؟ كاتبين ارتفاع أجور السكن، وفعلا ارتفعت أجور السكن، لكن ما المسبب في الفترة هذه؟ توارى للناس في منطقة تبوك وفي مدينة تبوك أنه الملك سعود أو أنه سكة حديد الحجاز راح ترجع وراح تنتعش تبوك. مدينة تبوك مرة أخرى، فتسابق الكل إلى رفع الأسعار الأجور، وهذا رصد أول ارتفاع لأجور السكن والأراضي وكل ما له علاقة بالعقار في منطقة أو في مدينة تبوك. الخبر شدني اللي يقول التحول من الرعي إلى الزراعة، الكلام قبل حوالي 50 سنة. أنا زرت تبوك بعض المزارع يا جماعة 60 كيلو تمشي على على على, على السيارة حدود المزارع. تبوك الآن تصدر الورد لأوروبا، تبوك تصدر الحمضيات والفراولة والتين، ولا أبو مياسة؟ أي نعم. على مستوى يعني أصبحت تنافس منطقة الهلال الخصيبة اللي هي الشام. نعم. بل منطقة سواء المنشآت سواء نعم. البسيطة من أعلاف نعم. ومن أو فواكه. نعم. وقبل 27 سنة بدأت تصدر الورد والزهور. نعم. قبل 27 سنة، وكان إنتاج عام 1427 يعني قبل تقريبا 10 سنوات 81 مليون زهرة. ما شاء الله. تصدرها إلى ألمانيا، إلى هولندا، إلى الدول الأوروبية، إلى مجلس التعاون. وهذا 81 مليون زهرة يعادل النصف إنتاج المملكة من الزهور، 50% من الإنتاج كان لمدينة تبوك. وهو ترى ليس قديم، يعني إنتاج الزهور في تبوك ليس قديم، عمره تقريبا 27 سنة يعني في باكورة الإنتاج. نعرج على سلم الملك سلمان مكان. نعم نعم. من الأشياء المميزة اللي حرصت على إني يعني أتصفحها معاكم، اللي هي أول حديث صحفي للملك سلمان حفظه الله لما تولى إمارة الرياض. ما شاء الله. 1382 هجري. 82. أول حديث صحفي للملك قبل سلمان. قبل كم يعني؟ 47 سنة. لا لا 62 أو تقريبا 57 58 سنة. نعم. زمان نعم نعم. عام كم عشان بنعرف؟ 82 هجري. هو تولى الأمارة 82 بعد ما تنازل الأمير نايف. الله يطول. نعم. 82 طول عمره أبو سلمان ما بعد ولا ذكر أيام. 56 سنة. نعم. ما شاء الله. حديث صريح لسمو أمير مدينة الرياض. وزارة للبلديات سيتم تأسيسها في المستقبل، هذا حديثه. حديثه. ومو يعني وعوده. طلعاته. لأي نعم لإمارة الرياض. وزارة للبلديات سيتم تأسيسها في المستقبل. شركة نقل داخلي يجري دراسة موضوعها مع الجهات العليا. نظام القضاء سيحل الكثير من مشاكل الناس. سبحان الله. نعم. من الضروري وجود صحيفة يومية في مدينة الرياض. هذا قبل ما تنشأ جريدة الرياض. قبل ما تنشأ جريدة الرياض لأنها أسست 85، يعني قبلها بسنتين أو 3 سنوات كان يطالب بوجود جريدة في الرياض، وفعلا تحققت بمسمى جريدة الرياض. نعم. والكثير من حقيقة أعماله يعني تنوعت يعني في 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 حديثه. وحديثه حقيقة إلى يعني مثلا نقول مدينة الرياض اليوم بحاجة إلى مجلس بلدي أسوة بغيرها من بلدان المملكة ليشترك مع جهاز البلدية في رسم وتخطيط سياسة البلدية. طبعا هذا الحديث أهميته تقع تحت أنه أول حديث صحفي، وأول هذه الصفحة الأصلية، والحديث كامل حرصت على أني أستعرضها معاكم ومع المشاهدين الكرام. أعطيك العافية. وبس بستعرض على عجالة أيضا، ليس عن تبوك وإنما عن مدن المملكة، كيف غطتها مدينة عساس تمير عندنا بس عشان نعم تمير عساس موجود عندك جهود جبارة. الله يجزاهم خير.
لأن ما شاء الله عليه حافظ حتى عن الكرة السعودية. الله يجزاك ما شاء الله. أبيض وجهك أبو ميمون. طبعاً ترى تميز اللي كل إنسان سخر الله في مجال يخدم. أبوك الورد يكرر بعد بالطائف. طائف الورد. الله. طائف الورد. مدينة الطائف. عبد الخير والحمد لله. مدينة الطائف مدينة ورد. من زينها معاد ندري كيف. أجواءها في الصيف مثل البرد وأجواءها في البرد مثل الصيف. الله. براد في براد. الله. حلو بيعلم. مدينة المملكة الحبيبة كلها خير وبركة. استعرض. هنا. مبدع من يومك يا أبو. نعم هنا هذا التقرير عن مرور الرياض. الله. عشان إحنا بنركز على الرياض. عام كم؟ 1387 هجري. ما قد جاء سهر. لا موجود سهر. أنا بعطيك الدليل. يا رجل سهر موجود اللي هو الرادار. أنا بعطيك إنشاء أول رادار. وهو كان مقارب طبعا للسهر. فرئيس قلم مرور الرياض قلم يدلي نعم يدلي بحديث هام 40,000 سيارة تتحرك في شوارع الرياض. الله أكبر. الله الله الله. من شارع أذرها قديمة. 1387 يعني 67 ميلادي. إحصائية أنه 40,000 سيارة في مدينة الرياض. طبعا هذا كتقرير مميز عن المرور ونشاطه في مدينة تبوك. هنا مثلا ماذا تعرف عن صبية مدينة النبق؟ 15,000 فدان زراعي في المنطقة هذه برضو. النبق المقرية. نعم شمال الجنوب. نعم كرم يشيلها معك. طلع هذه. أي طلعها طلعها. هذا أول استطلاع صحفي عن أول معهد للمرور بالمملكة 1387 أيضا هجري. الله. نعم خذ معك. خرج من العساكر. يا الله. مثل أحلام الليل سبحان الله. الله المستعان. طيب خلينا نشرح بالطريقة هذه. نعم بالطريقة هذه. نعم هذه خليها عنك. خليها عنك. هذه هي الدوادمي. الله. أرض الثروات. الله. بها مدرستان ابتدائيتان والمطلوب مدرسة ثانوية. المستشفى بحاجة إلى تدعيم ومبنى حديث. عام كم؟ هذه 1385 هجري. أوه. نعم لابد من البلدية تتولى العناية بالبلدة وكذلك صورة يعني من هذا التقرير. تمام شيلها معك. خلاص هذه. أي نعم. هذا تقرير عن المدينة تصحبك في جولة مع معالي وزير الزراعة إلى القصيم. الله. طبعا أرض خضراء ومياه متدفقة وإنتاج وفير. يا سلام. ثروة زراعية في بريدة تنتظر الانطلاق لتغمر الأسواق. الله. يا سلام. هل تعبد الطرق الزراعية وتنشأ الجمعيات التعاونية في بريدة؟ الصورة جوية مزارع بريدة كما يبدو تخطيطها من الجو. 85 هجري. الصورة والآن أصبحت سنة الغذاء القصيم ما شاء الله. نعم هذا الصحيفة. نعم هذه الصحيفة فيها أول مجسم لخزان المياه الرياض. يا سلام. شوف هذا المجسم وليس المبنى. مجسم ده. المجسم اللي عرضوه على البلدية حتى يختاروا المجسم ويتم تنفيذ المشروع اللي هو خزان المياه الآن اللي أصبح كان في فترة الثمانينات والتسعينيات هو كان المعلم حتى التسعينات الميلادية. فهنا عام 87 اللي هي 67 ميلادي نموذج لخزان المياه الذي تقيمه وزارة الزراعة والمياه في حديقة البلدية أمام مبنى البريد بالرياض. صح. يا سلام. نعم. سبحان الله طلعنا من الديراب. نعم. ما نشوف بالرياض والخزان. هذا الخزان. أي هذا الخزان. نعم. زي برج المملكة. نعم نعم. يا الله. تقرير عن في بلاد غامد غابات واسعة ومراعي وثروة حيوانية ونخل. زراعة الفواكه والخضار تبشر باكتفاء ذاتي. يا سلام. شركة استشارية قامت طبعا هذه كلها عن بلاد غامد وزهران في 85 هجري. هذه تقرير عن الأمن العام والشرطة تحت مسمى الساهرون. الساهرون. جاء الساهر. نعم. الساهرون. عيون الساهرة. على راحة المواطن وكان تقرير يعني بشكل عام. نعم. نصل سبحان الله. احنا بس لو نرتبها. نرتبها فقط الآن. نرتب على خلاص خلاص. نرتب لك على واحدة واحدة. طيب. بس أنا سألت الترتيب. مساءك الترتيب. أي بس هذه الآن بس هذا بغيت ترتب بحيث إني أوضح للمشاهدين بعض الأشياء المهمة. رتبها كده بس. نعم. أدي أشوي. أي نعم. هذه
الصحيفة نادرة جدا ومن أندر الصحف عندي، اللي هي خبر يعني وفاة الملك عبد العزيز المؤسس، كيف وثقته الصحافة السعودية. رزي الإسلام والعروبة بفقد جلالة العاهل الكبير المناداة بجلالة الملك سعود، كان وقتها ملكا، عام 1373. هذه الصفحة الأصلية 1373 هذه وثقت تاريخ الوفاة. ثلاث صحف فقط، اللي هي أم القرى والمدينة المنورة والبلاد السعودية. لا أكثر من 70 سنة. نعم. البلاد وين مقرها؟ في جدة. يعني أنا الآن استشفيت أنه كانت الصحافة والتدوين بالحجاز كثير. نعم. وما سلمان الله يحفظه يطالب بجريدة في الرياض. في الرياض. إيه؟ نعم. وكان على كون إن مكة كانت هي ترى العاصمة. ما فيش. وكان يعني هي الإسلامية الثقافي. هنا رحلة يعني سمو الأمير محمد الفيصل يتحدث إلى البلاد عن ضرورة العناية بالآثار التاريخية في بلادنا. عنوان جميل جدا جدا. تخيل جداً. هذا عام 84 هجري ينادي الأمير بضرورة العناية بالآثار التاريخية في بلادنا، ورحلة النادي إلى مدائن صالح كانت لها نتائج طيبة. الله. فكانت أول رحلة سياحية قاموا فيها إلى مدائن صالح بالعلا. يا سلام. هذا طبعا إكمال للخبر. نادي البحر الأحمر يبدأ أول مشروع سياحي في المملكة بزيارة نادي البحر الأحمر، مشروع سياحي في المملكة بزيارة مدائن صالح. عام كم؟ عام 1384 هجري. هنا من العناوين الكبيرة والمميزة 32 مليون ريال للتنمية الزراعية، هذا عام 1384. نلاحظ الخط، الكتابة كان يكتب بخط اليد بخلاف الخطوط اللي كانت تكتب بالماكينة الطابعة. نعم، لكن الكتابة كانت بخط اليد للعناوين الكبيرة. خطاطية من أول ما. نعم، هذه يكتبها بالشكل هذا. أكثر من مصر شقيقة خطاطية. نعم. ما شاء الله من أول. نعم. من الصحف السعودية. خلينا نشوف الأخبار الرياضية فقط، نعرج عليها سريع. هذا توثيق ل خبر تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 94 هجري في ملحمة كروية سعودية. منتخب المملكة الوطني يمثل آسيا في كأس العالم بعد فوزي على إيران 4-3. كانت ملحمة كروية. فكان هذا خبر. يا سلام. تخيل، ما هي جريدة رياضية، الجزيرة يعني ما كان متخصصة بالرياضة، لكن قوة الخبر والإنجاز دفع من الصحيفة هذه أن تحطه خبر رئيسي في صفحة. يا سلام عليك. نعم. نتكلم فقط عن هذا الإنجاز الكروي. هذا الإنجاز كأس العالم مكسب للعرب والمسلمين بعد ما فاز المنتخب السعودي للناشئين بكأس العالم عام 89 ميلادي. المنتخب السعودي فاز بكأس العالم عام 89 اللي يقيم في اسكتلندا في عام 89. فكان هذا الخبر كأس العالم مكسب للعرب والمسلمين، هذا حديث الملك فهد رحمه الله. فهذا برضو توثيق يعني لهذا. طيب خلينا ناخذ معك الكلام قبل الصحافة. طيب. طيب. وقف عند الصحافة. طيب. وناخذ معك بعض الملامحات عشان ما الوقت عندنا. تمام. لأن الصحافة جميلة وطويلة ما شاء الله، عندنا الإعلام ما شاء الله قديم جدا ومليء بالمشتات الجميلة. يلا تيسر أمرهم. طبعا. ترفع قدرهم. تفضل. تسر عليهم، هذا مكان. الله يسعدك، ما قصرت. الله يجزاكم خير جهود والله. توفيقات مخزوم ما شاء الله. صح ما شاء الله. هذه نماذج بسيطه حقيقه حبيت اني استعرضها معاكم. والله جميل. بشكل سريع ونظرا للسفر فجعلتها بشكل مبسط. ابو وليد ولا هي ما قصرت ما قصرت. جو حلو وراحت. تعال تعال كذا. يا سلام عليكم. طبعا احنا ما شاء الله شفنا الصحافه والشغل الزين ومرتب ما شاء الله رغم صغر سنك. ما شاء الله لانك مبدع وعندك بعد نظر، وهذا طبعا ترى رساله للشباب كلهم اللي يتابعونا، اللي في الشاب سعودي بهذا العمر وهو الشاب الصغير وجمع هذه الكوكبه من الصحف المحليه والمنشتات والجمال والحضور لكافه المسؤولين في الدوله والإعلانات والرياضة، ما خلى شيء ما شاء الله ما جمعه. وتبوك أظهرت الكثير، والرياض أظهرت الكثير، والقصيم وجدة ومكة
والجنوب وكل مناطق المملكة ما شاء الله يطلع منها شباب. شوف حنا عندنا أبو حمود من الجنوب ما شاء الله مبدع يعطينا الشيلات الجميلة، أبو صالح من البادية أيضا ما شاء الله صلى الله محمد يعطينا وأبو عزام ما شاء الله عطانا أيضا شيء جميل، أخوي أبو رياض شاعرنا محمد فهد وأيضا بلبل بين بين بس مديرته ما ادري شيء صقر صقر شو اسمه بلبل هذا قيا ها قيا بين الطائف وبين الباحه الباحه يا سلام. كم عدد سكانها؟ والله تقريبا انا اقول له هناك العريكه افضل اهم موجود يمكن 20,000 تقريبا. حلو بالعكس صدقك في محاكمه يا سلام محكمه في مستشفى في اماره للمنطقة الحمد لله بعد نوفر خدمات الحمد لله العكس. تسمح لي بوليدة بسأل بس أبو مياس سؤال، ودي تحدثنا عن منطقة تبوك جغرافيا امتداداتها المحافظات اللي تابع لها. أنا زرتها وعندي بعض الخلفيات عنها بس لدامك مثلت المنطقة كبلد سياحي، هي واجهة سياحية يعني مثلا تجمع ساحل تجمع جبل أجواء معتدل على طول السنة. جبل اللوز الديس من جبل اللوز الشمالي للديس الجنوب، يعني انا ما ابقى تضاريس فودي تعطينا عنها خلفيه. نعم. شوف اللي يميز منطقه تبوك تنوع تضاريسها، تجد هناك مدن على الساحل يعني نشاطها بحري وتجارتها يعني بحريه، حتى يعني مظاهر البيوت والموروث الشعبي الخاص فيها يختلف عن المناطق الداخليه في منطقه تبوك. جميل. تبوك كمنطقة تتبع لها ست محافظات، محافظة تيمة، أيضا تيمة تعتبر من المدن الغارقة في التاريخ وأحد الهداج يعني هداج نعم تيمة نعم نعم أحد المدن المثل. نعم تيمة أيضا محافظة حقل 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 ضبا وضبا والبدع والوجه وأملج نعم، فهذه ست بالإضافة إلى تبوك ست محافظات تتبع إلى منطقة تبوك. كل محافظة ولها تاريخ، كل مدينة ولها طابع، كل مدينة ولها طراز في 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 معمارها في في تراثها في مجتمعها. نعرج على الجو المعتدل، أقصى درجة حرارة أو أعلى درجة حرارة سجلتها مدينة تبوك كانت 47.5 ما شاء الله، هذه كأعلى درجة حرارة. لكن ما كانت حارة يمكن. لا ما كانت حارة. بس أنا أتكلم عن أعلى درجة. واللي كان جوا أعلى درجة. في التاريخ يعني في تاريخ. طيب. يعني براد. وأقل نعم. الدرجة اللي يعني اللي. المتوسطة المتوسطة نعم المتوسطة ما بين يعني 37-38 يعني هذه الدرجات اللي نقدر نقول عنها إيش يعني حار عندنا الجو. نعم. أقل درجة وأخفض درجة اللي هي 6 درجات تحت الصفر. وكانتها نعم مدينة تبوك. غالباً بالشتاء. والله ندعيكم بالشتاء صراحة. غالباً. تكتسي المناطق على قان وجبال اللوز. تتسكن بعض الصالح بعد. أبو صالح. هلا اخوي مسك بالخير عشان ما يجيك النوم طال عمرك يا مرحبتين. هلا عطنا مداخلتك وسواليفك وعلومك تراك. الله يجزاكم خير بنريح شوي ابو مياس. الله يجزاكم خير. انا نبي نرجعكم الى الوراء الى الخلف مثل ما لك اعطانا ملوكنا الله يرحم الميت ويبقي بالحي على طاعه الله. الحقيقه في قصه رجل طرقي من هالسنين ما كان في سيارات ولا كان في اي شيء، كان هذا الطرقي اظن ضاع له جمل وراح يدوره مع الجيان وما كان في سيارة يمشون على رجليهم. الله أكبر. يقول أثناء طريقه سبحان الله يقول تعب الرجال يقول لا لقى بعير هذا يدوره يقول مع الجيان ومع البادية ومع يقول الرجال تعب يقول أظنها أخذ نص شهر هو يدور يقول مع قريبة وكأنه بالصيف أو آخر الصيف يعني الأجواء طيبة ولا عليه يعني مثل ظما يقول هذا العرب يمرح عندهم وهذا العرب يأخذ منهم ما يقول طال وقته قال يوم انه ايس من بعيره قال هو يرجع قال لا فيه بينه وبين اهله يقول زباره يقول فيها طعس مثل ما يقولون. قال الرجال جاله طعس يقول قبل صلاه الفجر وقال بنفسه يا ولد هالطعس ذي الحقيقه بيريحني بتريح عليه حتى ان يصل الفجر وواصل مسيري. الرجال ما يوجد على شيء عليه بريد شوي وعليه عباه يقول لها شمله حط راسه بكم ورجله بكم وصار على هالطعس هذا البارد الزين يقول غطها النوم. قال يوم اخذ الرجال قال
بأثناء نومه قال له والله النفس يوم انكتم معه النفس الرجال آخر الليل يقول النفس يوم انكتم معه عد روحه تزهق. يقول الرجال يرفع رأسه قال لا ما يقدر رأسه، يرفع يديه يقول لا ما يقدر، يرفع رجلاه يقول له مدفون من الآخر، يقول كائن محطوط عليه يقول رد سقس يقول على ظهره قال لا حول. وهذا جانب الليل الله أعلم عجاج ودفني من هالطعس. يبي الرجال يقول يحاول يقول له والله كائن طعس اللي بجنبه كله بو فوق رأسه. يقول الرجال دار أفكاره وبغى يطلع رأسه وعجز، يقول طلع رؤوس صيبعاته يقول طلعت عيونه، يقول لا عليها الطعس كل ابوه مردوم، يقول تقول رد اكبر سياره يقول على ظهره. يقول حاول حاول حاول، يقول المهم اراد الله، يقول طلعت عيونه، يقول طلعت رؤوس صيبعاته يدياته، يقول قدام، يقول قال والعجاج ذا منين جاء والرمل ذا. يقول اثر فيه نوع من الذيابه اسمها له اسم، يقول مسار او يقول هي تحفر المقابر وتاكل، يقول الجيف اكرمكم الله الاموات اللي الاموات الاحياء ما تاكلهم. هذا نوع من الذياب وقيل انها ولبه او مسار او ذيب الضبع. لا ما هي ضبع، هذا نوع من الذيب لكن يقول مسارة يقول طويله ولها دنقور طويل ما بذيب ناكل الجيف ما ادري. يقول المهم انقرضت هي من زمانها. يقول يوم من الرجال اكتشف يقول له والله قدامه قال له والله يوم انها قامت علمين الله يهديك عندك ابد والله ما ناخذه اعوذ بالله من الشيطان يا اخي. حتى عندنا ضيف ابو محمود هناك يقول الرجال يقول يوم انها فتحت عيونه يقول له والله انها قدامه يقول لهم قامت تنبث عليه اثر لقيتها طعس الزين وصدقت حي ميت وما تاكل الا الجيف الحي ما تقربه. قال الرجال طيب الذيب ولا انا اعرف منك ابو صالح ما ياكل الجيف. لا هذه نوع يمكن ان الضبع هذه يقول لها مسار افتكر نوع من الذيابه لكن ليش بالعكس ايوه انقرضت من زمان نسمع سوالفها مع الاجدام. نعم يقول المهم ان صح عليها وهربت. يقول يوم هربت قال الحمد لله يقول يحاول قال طلع راسه ويديه يقول لو والله يقول هكا الحيه يقول تقول محاحيل قال لو والله يوم جت قال يوم اقبلت عليه قال الله يوم منعها قال والله حال هنا المستيسر حال حين حتى النفس ما قدر اتنفس قدام الحيه تزرقني حال حين لو والله اني اخذ نفسي. يقول اقبلت عليه يقول والله يصرفها يقول لها ك العصيفير او قيل فار اكرمكم الله. يقول اثر تحاول يقول تزرق يقول له والله انها يوم اكلت الداء نفس العصفور ذا او قيل انها فاره قال والله يوم ارتاحت. قال الرجال حاول وهي قدامه تبترم يقول تقول محاحيل قال يوم اخذ شوي قال له والله يوم الحيه ذي انفضت ريشه قالوا استقلت قالوا وعندها صوت قالوا تنظر وراء قال يوم نظر وراها يقول لها كل افه فوقها افه. يقول ذاك القنفت يقول والله تبير يقول قنفت يقول كل ابو شوك يقول له متزبن على الحيه ذي يقول كل ما قربها يقول قامت ثم انتشته يقول ثم كمشت لا ما ينتش منها الا الشوك يقول على راسها. يقول دار الوقت يقول ثواني يقول وايده هي معرضتنا بذنب الحيه يقول نفسه شو اسمه هذه القنفذ هذا كل يقول هو تمسك ذنب الحيه يقول تقوم ترعاها يقول ولا حيه يقول تقوم تضرب. يقول يوم اخذ يقول له والله عيونه وراسه يقول يوم قام يمشي تمان من نفسه القنفذ ذا من نفس الشوك. يقول وهو يرتاح عرض الله يقول القنفذ ذا يقول رعى الحيه ذي يقول لانها انتهت يقول يوم انها انتهت يقول لو والله يوم اساد القنفذ يقول وارتاح قال شبع من الحيه يقول اخر شيء راسه يقول قصته وطاحنا. يقول لو والله القنفذ قال يوم انها قام ينتفض انتعش قال يوم انتفض يوم ينتفض قال وينظر فوق قال كلافه على افه. يا الربع لولا الرجال هذا قال شوفي بعيني والله ما اقدر احكيها الله لكن كلها جيت بصباح يوم واحد شاف قال يوم منه نظر قال له والله هكا الطير الابرق قال فوق منه يقول تقول جنحان طياره قال له جاي قال وين تبي تبي القنفذ نصر قال هو يتوقع قدامه. لا يقول نوعيه يقول يسمونها الرخمه النجم اي يقول ولا هي من انواع يقول من انواع النصور هذه يقول تاكل الجيف. يقول المهم انها دارت يقول وقعت بجنب شو اسمه القنفذ يقول قامت تضربه يقول بدون قرها يقول ثم كمشت يقول له والله شوك. يقول اراد الله ابترمت على من يمين ويسار قال هو يلقطها يقول برجليه
يقول مخالبه ويطير به. قال هو يصعد بها، قال يصعد بها. قال الرجال طلع الرمل اللي عنده ولا بقت اللعبه المخوذه من دفنه ويحاول انه يطلعها بدون انها تنقر. قال يتفرج، قال له هم راح فوق فوق، قال طار بها ارخمه ذي ارخمه صار جيده هذه والله ما بالرخمه. قال اي والله. قال وتروح، قال لا السماء، قال له مثل الجراده متحدثه. قال يوم اخذ قال قال وارخمه ذي تطز القنفذ، قال تجي تسابق هي ويا. قال والقنفذ يجي قال احيانا يطلع بطن واحيانا يطلع رقبته واحيانا تطلع يديه. اضرب قدام الرجال حوالي 20 متر، قالوا طبح ارخمه ذي، قال اول ما تخشق الراس، قال خشقت الراس، قالوا وتغداه وتسلب جميع الحمه، قال ما يبقى للجلد ابو شوك ذا. قال المهم انه اكتشف الامر ذا، قال يا الربع هذه جرت علي ولولاها جرت علي ما اقدر اعده للرياجيل كل بوه ورا بعضها بعض، وهذا اللي صار وسلامه الحاضرين. صح لسانك، صح لسانك يا ابو صالح. وطبعا اعزائي المشاهدين بنتكلم اليوم عن وقف الام، هذا الوقف المهم، واللي نتمنى ان شاء الله من جميع المشاهدين المشاركه في هذا الوقف المشرف. وطبعا موجود على الشاشه رقم الحساب الخاص بالجمعيه البر الخيريه بالمضيلف. ها مضيلف. ايوه. تعمل على رعايه الفقراء والمحتاجين والايتام والارامل، حيث وصل عدد المستفيدين من خدماتها حاليا 4900 مستفيد. تكفل الجمعيه ب 400 يتيم وترعى 11 معاق وتوفر احتياجات 312 ارمله و 72 مطلقه و 13 مهجوره. وتقوم الجمعية على خدمة 39 مريض، بينما تشكل الأسر الفقيرة والمحتاجة ببقية العدد الذي يصل المجموعة إلى 4990 مستفيد. الجمعية البر الخيرية تعمل على رعاية الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل، حيث وصل عدد المستفيدين من خدماتها حاليا 4990 مستفيد، يشكلون ما يقارب 1200 أسرة. تكفل الجمعية ب 400 يتيم، طبعا عندها 400 يتيم وعندها 11 معاق وتوفر احتياجات 312 أرملة و72 مطلقة و13 مهجورة. تقوم الجمعية على خدمة 39 مريض، بينما تشكل أسر فقيرة مثل ما قلنا 4900. طبعا الجمعية عندهم الماسي والذهبي والفضي، يعني مسهلين عليكم التبرع، وكل حسب ما تجود نفسه. ونتمنى من الجميع المبادرة والمشاركة في هذا الوقف. فاصل أعزائي المشاهدين ونواصل. حياكم الله أعزائي المتابعين مرة أخرى بعد أن عدنا من هذا الفاصل الجميل. طبعا الجمعية إلى جانب الرعاية تعمل على تأهيل الأسر الفقيرة والمحتاجة والعمل على نقلها من دائرة الحاجة إلى فضاء الاكتفاء عبر شبكة مشاريع الأسر المنتجة، وهي مشروع دعم الأسر بمعدات الطبخ، توقيع عقود مع الأسر لتسويق منتجاتها عبر منافذ البيع المختلفة، إنشاء مطبخ نموذجي متكامل يعين الأسر على إنتاج الغذاء بكميات للمناسبات والفعاليات، تنظيم مسابقات الماهرة في فن الطبخ لاكتشاف المواهب الجديدة، تطوير متجر إلكتروني لتسويق منتجات الأسر على أوسع نطاق. طبعا هذا عمل جبار وعمل كبير، وأتمنى من جميع رجال الأعمال أن يدعمون هذا المشروع الحيوي والهام لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة وتقديمهم في الصفوف الأمامية معكم أنتم كرجال أعمال حتى يصلون إلى هذا المستوى إن شاء الله، لأنهم في حاجة ولقمة العيش الشريفة بهذه الطريقة تكون أجمل وأفضل. طبعا نرجع لضيوفنا ومحمد. أيوة حرك المشهد. جاك النوم؟ لا أبداً. اللي تبون عمرك لا يوقف طير الغبار. لا يوقف اللي تبون. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. الله يصبحكم بالخير مرة ثانية والمتابعين خلف الشاشات. الحقيقة استمتعنا بأخونا وزادنا ثقافة عن منطقة تبوك، الله يسعدك ويبيض وجهك.
وفعلا يعني انا من ناحيتي انا دائما اسمع بتبوك وتبوك الورد وكذا، وسبحان الله دائم اكثر من مره ينسق معي في مهرجانات في تبوك، لكن سبحان الله العظيم يصادف شيء ما اقدر اروح. فان شاء الله راح يكون لي زياره لتبوك باذن الله واتشرف. بما انك تكلمت عن تبوك وزدتنا ثقافه فيها، في قصيده للشاعر الكبير فلاح القرقاح ويستاهل وجاب فيها تبوك وحقل، وهي قصيده زينه وابو محمد ما يجي منه الا الزين، واستاذنكم في القصيده. صلوا على النبي. يا ابن عمي زادك الله في بر امك وابوك، ولا حرام من وجهك الطلق عين ترتجيك، والله ان قلبك معلمك لو ما علموك، ان مكان الحمل واحد علي ولا عليك، انا اخوك الليل يا قمت تنشد وين اخوك، عد نفسك ساحب من طرف مخباك شيك، اقرب من اللي مشى من حقل يبغى تبوك، الا والله اقرب من سلاح محزم كل يديك، الا والله اقرب من سلاح محزم كل يديك. وهي اطول من كذا. وسلامتك. صحة ثانك. صحة ودعمك. ابو عزام تبون قصيدة؟ حمد ابشروا اللي يجي منك ابو عزام. ونعتذر اليوم بنظهر الجوال نقرا منه. يلا ما يخالف والله. انه والله ما عاد نحفظ والله العظيم. يقول يريح والله. لا خلني بخلي الجوال يقعد. يلا. يا سلام. لكن عاد نستاذن من ابو صالح لابد من زرقة المذكور. والله تغزل بزوجتك وحصانك وطيرك وبنات الناس خفاله الا. يا سلام عليك ابو صالح. يقول يا راعي السوالف كفها لا تروح خناق. اي والله انا من هموم الوقت شابع ومتروي، ترى اليوم جوي زفت واخلاق ماشي اخلاق، ولو طول الموضوع ما ادري وش اسوي، لي ايام وهمومي لها بالصدر براق، هماليلها تصبح القلب وتضوي، لكن اتركوني لحد يفتح الاوراق يلين استريح البال ويروق بي جوي، عليك العتب واللوم يا سكه العشاق، واللعبها ضوي وتطفيبها ضوي، لا قلت ابتدى ليل المحبه وجوه راق، تقول الظروف الطاريه يا الهوى توي، يقولون درب الحب ما يرحم العشاق، وانا اقول درب الحب تايه ومتلوي، يجيله يسابق خطوتي صادقه الاشواق، واعود وانا من جمره الهم متكوي، لكن لا يطول اللوم يا سكة العشاق، ترى نطول الموضوع ما ادري وش اسوي. صح واحد انت صح بدك سلم علي على طاري ابو صالح. ابو صالح ابو صالح معك على طول في بدايه القصيده. الله يسلمك. على طاري الغزل من الغزل، يعني ترى الشيطان هو اللي يحلل لك الشيء ولا ما هنا شيء؟ ما هنا شيء كله خياليات. واحد وانا اقصد ايه يقول اعذب الشعر اكذبه اكذبه الشاعر خيال ترى. ايوه انا اغني من اول اشير في نوره قصايد، وفي واحد لما قال لي يا اخوي انت تغني في نوره واشغلت نوره وترى ترى هذا يا حمد والله العظيم وشب علي، هو رجال سبير شايب. اي قلت انا دلت عند الشيء الله قلت لا بغني وريض وريض وربا ارسل بردعي ولا قلبي عير ايوه وتشد انا وي انا بس انا درت عنده حلم ايه وقلت خليني اضغط عليه على اساس اطلع غريفه وانا اقبس عليه طلع منك بالحكي. قال ها قلت بغني ما دمت انا حي بغني في نوره. يا سلام. قال شلون؟ قلت ما عرفني على الناس وعرفني عليك واشكالي كلها نوره. فضت نوره يا اخوي كلها ايه اقول لك انا والله بشرط تكون حرمه مثل ما قال نوره فيضه. اي نعم. المهم قال بعطيك انا سلفت اللي قلت سم. قال انا طال عمرك سيرت على ولد عم لي
يقول لهم انت خابر البنات تلقى البذراء يلعبون عند الباب العصر صح ولا وتلقى واحد من البنات ورا الباب اللي هي راعه البيت البنات حرمه اي نعم تصير ورا الباب تتابعهم لا يطيحون ولا يجيهم سياره ولا يجيهم احد يطقهم ايه تصير مشرفه عليهم هذه ما لها دخل لا في العزائم عقب العصر ولا في الامور لا هذه وظيفتها ولا في الطبخ أيه. هذه بنيتها في البيت من ضمن البنات تجي مربي مربي وتراقب هالبزران تصير ورا الباب ايه اذره جاء هو يوم جاو اذره طلت تبي تهاوش البزران وطلت البنيه تبي تشوف ايش عندهم اذر ذا جاي يمشي الوجه الوجه يوم قال سوى له والله الزين اللي يشق البعد افا يا ذلك وهو يجي طال عمرك يخطب خلاص هذا مفتاح خير خلاص شافها قال انا مشروع علوم طيب قعدت اسبوع ما جاء النوم مسكين يقول يوم خطبت وتقبل اللعب قال ابشر ساعة مباركة ما طلبت شيء يقول يا مني دخلت ادور القمر اللي عند الباب زينا يقول الشيطان الشيطان انبطى بالنباطة طرق معه عطى لسعة وخلاها قدام اقول لك شيطان جاء وحلل ها خياليات يقول الله يا حمد يوم دخلت عليها يقول هي معي ومع عيالي يقول خلاص وين نروح يقول مشيت بالعربه يقول والله يوم دخلت عليها قلت انت يا مره انت فجأت. ولا غيرك انت ولا قاعد في قال ما انت باللي مع الوراء عند باب البزراء قالت له قال ما ذاك الزين قالت هذا هو قال له ما بتزين حصل مقصود هالرجال اقول لك فصار سبب خير نعم اقول لك فالشعر ما قال استغى كذا فالواحد يوصف الشيء اي نعم الله سبحانه وتعالى ايش يقول في القران والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نعم. الناس تغزى في القمر ما قال القمر صح ولا نعم. قال الإنسان في أحسن تقويم الله يعني الإنسان أجمل شيء أجمل صورة ترى بعض الناس الحين يا أبو وليد ولا يهنون الربع نعم. بعض الناس الحين لما أنت تجيب غزل أنا كشاعر طبعا القصيدة اللي شرحتها راحت لذتها على ايه خلي على وضعها فاحيان يجيب الشاعر مثلا قصيده غزل يقول لا يا اخي حرام عليك انت غزل طيب انت ابن حلال حكمت علي انا وش اتغزل فيه ايوه درب العشاق العشق مزبوط مزبوط العشق انا اعشق داري انا اعشق بنتي اعشق سيارتك جوالك ناقل لبسك ايه فانا لما طبعا انا ضد اللي يجي بالقصايد الغزل التوصيف والاشياء هذه لا انا ضدها لكن لما تكلم عن العشق وتكلم عن الحب وتكلم عن الحزن الفراق وعن هموم الفراق وعن الانكسار فهذا ما يعني انك تغزل على قولة ابو صالح في بنت الناس صح نعم تغزل في والديك اللي تملكه في شيء يمكنك انت تعرف البرد عشان الشمس زالت عليك شوي خلنا نجيب لك الخشبه وانا لا تفضل الخشبه بنحط عشان بس البرد لا والله شمس فواز ساعد عشان يلا ساعد تعال لا بنحط عليها الخشبه هذه رصوا لين بس نخلص ونظبطها معه تفضل قوم يا ابو صالح تسن الجو او ما شاء الله نشوفكم على خير ان شاء الله مره ثانيه ونتمنى نراكم مرة ثانية مصالح مصالح بعمرك حبيبي أنا خلوني عند خلوها أنا أحط عليها إذ مرة ما شاء الله أبو حمود أنا الشيلة ما أسمع لها اليوم شرب الله بس سعد يلا لكن الكلام اللي قلته قبله عجبني لأنها كان إيه عندك شيء على عندي ثلاث نقاط سريعة ترى يا سلام نص عليك. دقيقة يا سلام واحد من يعني تقريبا في دقيقة كذا واحد بس من هذه طال عمرك مشوار بدوي يقول حذفت حصى بس توديك دير مشوار إيه هذا واحد من جماعتنا توفى الله يجعله في الجنة آمين ودائما والديكم الله يجعله من جنات النعيم آمين كان دائما طال عمرك هذا قال أقول لك دربي أنا يعني بيعلمك بالسالفة أن تراها على طريقتين الدرب الثاني ينسى إذا استرسل في الدرب الأول الله ما عاد يسكت الله يجعله في الجنة لكن كلام جميل فيها حضر عندنا شيخ على كلام بالوليد الله يسعده الله يسعدك وقال أقول لكم يا الربع طبعا إحنا في قرية واللهجات دائما في القرية أيوة قال أقول لكم إيش رأيكم في الشيطان هو رجال ولا ما هو رجال إلا أن الشيطان يزي قال إيش رأيكم في الشيطان هو رجال ولا ما هو رجال قال واحد شايب من عندنا هناك بلهجتنا على الجنوب آه الله يكسر حظه لا والله ما هو رجال قال لا والله أنا رجال ثم رجال يضحك على الرجال اللي هذا طوله وعرضه وشنباته طلع عمرك يضحك عليه
هم يكبوا في نار جهنم الله يمنعنا وانتم. ما هو رجال يا عم فلان واحد اسمه علي توفى الله يجعله في الجنة، لأنه قال إيش رأيكم الشيطان رجال ولا الله يكسر حظه، والله ما هو رجال. قال لا والله أنا رجال ورجال. فيها محب لكم ويتابعكم، وإحنا والله نعتذر يا أخواننا اللي بيشاهدونا أن نذكر فلان وفلان وفلان. الأحباب كل اللي في المجلس لهم أصدقاء وأقارب ودهم أنهم يردون السلام عنهم هذا، لكن هذا أخونا محمد بن عبد الله بن مريط. يا بن مريط شوفني سلمت على الربع ويسلمون عليك، والله يبيض وجهك ولا يهينك. الله يجزاك خير أبو محمد. الله يجعل السائل من الشر. ممتابعة الشرف لنا. الضيف باسمكم جميعا يعني. نهدي أهل تبوك بيتين باسمكم. يا سلام. يحمل هذا الرجال ويسلمنا على المنطقة وعلى سمو الأمير وعلى من سكن في تبوك. يا سلام. مرحبا واهلا بضيف القناة. الله الله. باسم ابو صالح وكل زملائه. الله الله. ورئيس المجلس حمد بن سنيد. الله الله. ورياض وكل من قد حضر. الله الله. وعندما تسافر وترجع تبوك. الله الله. مجلس المشراق بيبلغوك. الله الله. يا تبوك الورد يا تبوك الورد بجمال تحية، والتحية يا سمو الأمير. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا لا، والتحية يا سمو الأمير. مرحبا واهلا بضيف القناة باسم ابو صالح وكل زملائه، رئيس المجلس حمد بن سنيد، كمل الأعضاء جميع وفرادة. وعندما تسافر وترجع تبوك مجلس المشراق بيبلغوك. يا تبوك الورد بجمال تحية، والتحية يا سمو الأمير. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لا، والتحية يا سمو الأمير. صح لسانك أخوي عبد الله، تستاهل وتبوك يستاهلون هذا تبوك. ونمسي ونصب على سمو الأمير هذا المجلس من خلال الأعضاء. لك مشاركات المعارض؟ نعم. والله شوف المشاركات الحمد لله كل ما يقام مهرجان سواء كان في مدينة تبوك أو خارج مدينة تبوك أحرص على المشاركة. نعم. بما يخص المناسبة. نعم. يعني شاركت أنا مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني، وفرزت كل الأخبار وأعددت كل الصحف اللي تتعلق باليوم الوطني قبل يعني 40 إلى 50 سنة، وقدمتها حقيقة في المعارض المتنقلة. قبله كان كنت أشارك مثلا بالمهرجانات الرسمية مثل تبوك، كان فيها مهرجان رسمي سنوي اللي هو مهرجان الورد والفاكهة. نعم. أشارك بما يعني تحتويه أو ما يخص منطقة تبوك. إذا كان هناك مهرجان خارجي مثلا لو دعينا مثلا إلى عسير أو الجنوب. نعم. أو بشكل عام نعد مادة خاصة بتلك القرية أو بتلك المدينة، يتم حصر جميع الأخبار مثل ما يعني شاهدتم في الشرح. طيب اليوم أنت تعتبر علامة تبوك بالنسبة لحضورك معنا اليوم إن شاء الله في البرنامج. ودنا توضح للمشاهدين المهرجانات الصيفية والشتوية عشان الناس يعرفون الرزلامة حق تبوك في المناسبة. نعم. نعم. هو حقيقة المهرجانات الآن ازدادت، الآن أصبح كل محافظة تحاول في الصيف وفي الشتاء أنها تقدم ما لديها من مهرجانات. تبوك المهرجان الرسمي واللي يحظى برعاية سمو أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان حفظه الله، اللي هو مهرجان الورد والفاكهة. يأتي في الدرجة الثانية اللي هو مهرجان الحرف، أيضا ليس ببعيد عن مهرجان الورد والفاكهة. كل منطقة في نفس الفترة اللي هي فترة الإجازات احنا نسميها، سواء إجازة الربيع أو الصيفية، تقيم محافظة حقل ضباء كل يعني يقيم مهرجان الخاص، لكن المهرجان الرسمي والأول في المنطقة الذي هو يقام بما يسمى مهرجان الورد والفاكهة. يا سلام عليك. طبعا هي رسالة، لأن تبوك يمكن بعض الناس ما يعرفون تاريخ أو يعرفون مثل المهرجانات والمناسبات
والان الحمد لله اصبح الان من خلال جوجل تقدر تكتب المناسبات في اي مدينه او اي قريه في السعوديه يعطيك التفاصيل وش الموجود الان. واليوم اصبح فيه مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله على قفا من يشيل، مجرد ما تدخل بس الموقع تلقى المعلومات يا بهاشتاج يا برساله يا بواتساب. ممكن في احد ان يوصل المعلومات اللي ما شاء الله تبارك أكيد الله اكيد اخونا عبد الله عمران الحقيقه ان اليوم اثر الحلقه بالمعلومات اللي جابها واشياء احنا كنا نجهلها. نعم. وهو خير والله من يمثل اهل تبوك. الله يحفظك ابو مياس الاستاذ عبد الله العمراني. نعم. مصداق كلام ابو وليد ولا يهون اخواني. كنت قبل تقريبا 10 سنوات بزياره لعيال عمي بالاردن فدخلت على تبوك. نعم. يوم دخلت اول مره ادخل تبوك. نعم. دخلت مع الدرة حقر، أم رحت الليلة الأولى بحقر، طبعا أنا جيت من شرق الأردن إلى أقصى الجنوب تعتبر اللي هي العقبة، يعني قطعت الأردن كاملة. المهم دخلت حقر، أم رحت الليلة الأولى في مكان أول مرة يعني أدري بمملكتنا مثل الأماكن هذه، وأول مرة أجي تبوك. وفي مثل قديم شائد عند أهل المنطقة أنا مسناه بالواقع، ولا هو يعني هو من باب المثل. أنا رحت بريح يوم يا جماعة بالخط يومين عشان أوصل الرياض أداوم، لنفرض اليوم الثلاثة والأربعاء، السبت عندي دوام، كان الدوام سبت. فبكمل لكم القصة، ريحت في حقلك اليوم، انبسطت والله أهلي معي انبسطوا، شريهات مرتبة ومناطق رهيبة، الدوم على البحر، جو المنطقة جوها جميل حلو مرة، تحس بالراحة والله، سواحل رملية ممتاز أعرفها، وشجرة ونخل الدوم. حولت على ضبع يوم دخلت، وتجيني ديار جبال ومناطق رملية جميلة جدا. كذلك في جبال اللوز في المقرنس. وادخل خل بس اكمل، وادخل منطقة اسمها الديسة، طبعا المناطق اللي بتطرق لها ودي يعطينا عنها فكرة. الديسة نهر لاهن تسلم. عين جارية ما حلو بارد، وعنده شجر مانجا وعنده طيب اسمها تقريبا. وجيت طيارة على جنب اكيد لها قصة تاريخية، وسفينة اللي انت تطرقت لها جورجس. المهم دخلت تبوك الليلة الثالثة، ودق على الدوام قلت ترى يبي مدد أسبوع. الله. إي والله يا جماعة، وأنا اللي مدد أسبوع ونقعد 5 أيام تبوك. وفقنا كان عندهم مهرجانين، مهرجان في منطقة المعارض كان عن الورد والفواكه. نعم هو الورد. وفي مهرجان ثاني والله ما يحضرني تقريبا زي كذا أشياء حرفية. نعم. إيه في وقت واحد جلست في تبوك 5 أيام، كل يوم أروح باتجاه. مشيت اللي هو طريق طلعت عمار حالة عمار، مشيت تقريبا 60 كيلو مزرعة واحدة من المزارع، 60 كيلو كل شوي تجي لوحات مثلا قصة والحمى ولا الألحد والشجر، هذه المزرعة الفلانية يمينك والمزرعة يسارك، هو امتداد المنطقة تبوك. فأنا بتطرق لها عشان تشرحنا عنها. خلصت 5 ليالي يوم شفت الإجازة بتخلص، وحنا والله ما تشبعنا. في مثل عندها تبوك يقول تبوك تنسيك أمك وبوك. فإنك إذا جيت تسلع. المهم مشيت من تبوك جيت ل طبعا أنا أبحث، وأنا طبيعتي هاوي للمناطق. جيت الهداج، هداج تيمة اللي الكل يوصفه، لكن لو شفته بعينك تهول، سبحان من عطى البشر القوة هذه اللي يحفرونه. المهم جيت المناطق هذه لين دخلت طلعت من منطقة تبوك المنطقة حايل، يالله لحقت على الدوام كل يومين بديره. فالمناطق هذه اللي انا عرجت عليها ودي تذكرها لنا يا ابو. طيب انا عبد الله يذكر ايش اللي هي حاله عمار. نعم. وش طيب. الاسم أبشر. هذا وش ابشر الان عرج عليها. قبل طبعا ما ندخل في موضوع المعالم اللي ذكرها ابو رياض حب انوه ان الاهتمامي الحمد لله ما فقط توقف عند الصحافة السعودية بما يخص تاريخ المدن، بل أصبحت يعني أجمع الصحف البريطانية والأمريكية اللي وثقت لتاريخ المملكة وتاريخ منطقة تبوك. هذا التقرير الأصلي هذا الآن صفحة أصلية من أول مسح أثري لتيمة. هذا التقرير الأثري يعتبر الأول من نوعه، وعام تقريبا 67. تيمة
Arabian seat of the last king of Babylon. اللي هي نعم آخر محطات آخر ملوك بابليون اللي هي تيمة. هذا طبعا المجلة اللي هي مجلة لندن ليستريد لندن نيوز عملت التحقيقات هذه عن كافة المناطق الأثرية اللي حضر فيها مملكة بابليون والأشوريين وآخر المحطات كانت في تيمة فذكروا هذا التقرير الأصل. فهذا أول تقرير أو أول مسح أثري مصور عن فأرجع وأقول إن بما يخص يعني بما يخص نعم نعم بما يخص معالم تبوك عندنا معالم تبوك متنوعة جدا حتى الثلوج وثقت لها خبر عام 1362 هجري في جريدهم القرى وصل ارتفاع الثلج متر ونصف في على قان وفي بالحنشان فظاهرة الثلوج ليست حديثة نعم عندي كتاب طبعا حقل محافظة حقل محافظة حقل تاريخ المحافظة كذلك أيام في الشمال نعم كذلك كتاب أيام في الشمال توثيق للرحلة اللي تعرضنا جزء منها في حادثة سنة العظيمات بالإضافة إلى كتاب تحت طبع أي زيارات الملوك المدينة تبوك وثقنا فيه كل الزيارات التاريخية اللي يعني حظيت بها منطقة تبوك نعم تبوك الحبيبة جزء المواطن الغالي شكرا لحضورك وإثرائك للحلقة واليوم ما شاء الله الحلقة مليانة بهذا الشجن الإعلامي الجميل اللي الحقيقة ثلج الصدور وأمتع الحضور وأمتع أيضا المشاهدين نشكرك باسم زملائي وباسم الكنترول وباسم جميع وإدارة القناة وكل من يتابعنا في هذا البرنامج وتفضل طبعا أنا أشكركم على الاستضافة والشكر أيضا موصول لكل من وقف مع عبد الله العمراني الله سواء كان يعني الحمد لله العائلة الزوجة ومياسة حقيقة ما قصرت معي كذلك أصحابي في العمل كذلك كل من وقف معي من الأصدقاء العزيزين أخص بالذكر طبعا الصديق العزيز رامي العمراني وكذلك يعني درويش البارقي أبو يوسف الله يذكره بالخير فمن هنا في هذا المنطلق أنا أعطيتكم نبذة جدا جدا مختصر على تاريخ المنطقة وأسعى إن شاء الله أن يكون هناك إضاءات للجمهور إن شاء الله بمختلف مناطق المملكة سمحت لي يا أبو وليد من خلال المجلس يعني أنه إحنا ندعو اللي لهم اهتمام بالتراث أو اهتمام بالتاريخ المجلس هذا يرحب بهم وعلى أساس أنها تعم الفائدة شكرا حبيبي شكرا أبو صالح أبو سليمان شكرا محمد شكرا يا منصور شكرا يا أبو عزام شكرا يا حمد السنيد شكرا يا أبو رياض شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين كان معكم من التقديم محمد السنيد شكرا لمخرجنا الغالي وزملائي في الكنترول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله.